أزمة الحليب والسكر والسميد وغيره، لا زيت لا فارينة لا سكر لا شيء 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 يعمل العار في تونس، ولينا عايشين الزيت المدعم هذاك ما عادش فما، منه هذاك الزيت مدعم، لا زيت عايشين كيكة، لا سكر لا فارينة لا سميد، ما فماش ما فماش، كل شيء البلاد هذيا بالحرام ما نعرفش كيفاش احنا مش نعيشوا، والله لا زيت لا فارينة لا سكر، كاس تاي تمعين في كاس تاي حتى التاي ما ثم، والله التاي لا ثم، والسكر زاد مقطوع، ما فهمت شيء انا منها البلاد هذيا، انا وليت اخويا من بلاصه لبلاصه نفركس على الزيت على الفارينه على السكر على الواحد، كل مره اني ماشي العزيز اني ماشي الواحد وما فماش ما فما شيء 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 هبل اصلا. نكمل مع الراجل خويا، لا شيء لا شيء نكذب يكذب عيب ساعة كلمة ما يقول، لا قلت سامحوني على الكلمة، هو نطقني، هو هذا ينطق عليه، ها موجود فارينة والسكر دغاغي على الفارينة والسكر، هاي موجود، هاني مشيت جبت منين وين نوريك على السكر يا ولدي، وين بالضبط وين من عطار ذوق، انا عطار شو زيت مدعم زيت، لا 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 مدعم، ها الحليب ها السكر ها الفارينة يا اخوي، انا ما انا في الدار والله ما عنديش لا سكر ولا فيك، انا عندك يا اخوي بالحرام، لا عندي لا جرام سكر ما عنديش، وانت منين جبتهم اخوي هذايا؟ لا امولي هذيك تسيب تسيب والله لا تسيب، ايش يا ودي ايش كاميرا كاشي، ايش يا ودي كاميرا كاشي، ايش